طب استاذن حضرتك، وحضرتك يعني لك باع سياسي كبير، برضو علامه الاستفهام ما زالت قائمه. المواطن البسيط اللي بيتفرج علينا دلوقتي، تمام، هيفرق معاه ايه لما يحصل ايه؟ طيب ايه اللي حضرتك تتمناه الحياه السياسيه المواطن السياسية اللي جاي؟ المواطن البسيط ما يهموش الاسماء ولا مين دخل البرلمان ولا مين طلع البرلمان، تمام، ولا مين دخل نظام انتخابي. المواطن البسيط زي ما بقول يهمه ما يجنيه من ثمار أي تقدم اقتصادي أو سياسي أو صحيح. اجتماعي. ولا يوجد أي تقدم اقتصادي أو اجتماعي بدون تقدم سياسي، ولا لا يمكن أن يكون هناك، لا يمكن أن يكون هناك تقدم في الملفات الاقتصادية والاجتماعية بدون تقدم سياسي. ليه بقى؟ لأن هو التقدم، التقدم في الحياة السياسية وإن احنا ننهض من حالة الركود. احنا لاحظنا النهاردة إيه؟ حالة اصطفاف وطني لدعم القيادة السياسية ولازم ولدعم نستثمرها، ولازم نستثمرها. انت حضرتك لما بتعمل تعددية حقيقية في داخل البرلمان أزيد مما هو موجود، وتتيح فرص لكوادر كثيرة متاحة وضخ دماء جديدة، ده معناه ان في رؤى جديدة لحل القضايا. مش هتبقى وجهة نظر واحدة او وجهة نظر او وجهة نظر اثنين او ثلاثة او اربعة. هذا التنوع بيثري حل القضايا التي تهم المواطن، وبالتالي كله يتنافس. هل بيطرح هذا التنوع في صورة استشارة للحكومة مثلا، ولا بيبقى ايه؟ هو يعني كيف في الديمقراطيات الاخرى ماذا يحدث من اختلاف الرؤى؟ وفي حزب مميز فيه مثلا الزراعة، حزب مميز فيه الطب مثلا. لا، الديمقراطيات او اذا كان هناك مجلس تشريعي في تعددية حقيقية هيبقى في هناك رؤى مختلفة لحل القضايا وتعبير عن في النهاية هذه الرؤى في الداخل. وده هو البرلمان ده جاي يمثل مين؟ مش يمثل الشعب؟ أيوه. طيب والمفروض النائب اللي موجود في البرلمان هو نائب الشعب، وبالتالي هيكون تعبير أكبر لمساحة أكبر لمشاكل المواطنين، مش من وجهة نظر واحدة. وبالتالي هنا تشكيل الحكومة هيكون من وجهة نظر متعددة تهدف في النهاية إلى إيه؟ إلى أن يكون هناك ثقة في حكومة قادرة على حل مشاكل المواطن، أن يكون هناك رؤى مختلفة لتناول قضايا الوطن، أن يكون هناك رؤية مختلفة ومتعددة تتناول القوانين ومشاريع القوانين التي تهم المواطن. وبالتالي أنت هنا بتثري الحياة السياسية، ويكون الحياة السياسية ويتم تطويعها بالتعدد الكبير في الكوادر القادرة على صياغة المشاريع القوانين التي تخدم المواطن، وبالتالي يكون تعبير أكبر وأصدق عن المواطن في المجالس النيابية طبعا. طيب بالنسبة للشارع، هل هناك دور للأحزاب مع الشارع من خلال مقراتها، من خلال شبابها، من خلال وعي زيادة وعي؟ هو ده اللي احنا طالبنا فيه. موضوع المحليات، المحليات هي احد اهم القوانين اللي تم طرحها، او المواضيع اللي تم طرحها في الحوار الوطني على نظام الانتخاب الخاص. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان دلوقتي طبقا للدستور 2014 ان وجود المحليات الان بقى حتميه دستوريه، لانه اصلا الدستور 2014 اعطى مساحه 10 سنوات للانتقال وتشكيل المجالس الشعبيه المحليه. هذه المده انتهت مع نهايه هذا العام.